معارك شرسة وطاحنة بين مقاتلي الجيش السوري الحر وجيش وأمن النظام في محيط حاجز المؤسسة الاستهلاكية الحمراء، ويبدو أن هناك نية جادة هذه المرة لاقتحام هذا الحاجز العنيد. إن شاء الله ساعات قريبة بإذن واحد أحد راح نسيطر على أفراد مؤسسة إن شاء الله بقوة الشباب، بقوة رب العالمين والشباب، إن شاء الله راح نأخذها اليوم بإذن واحد أحد. قوات النظام تستهدف بعض الأماكن براجمة الصواريخ والأضرار مادية في محاولة لثني الجيش السوري الحر عن التقدم لاقتحام حاجز المؤسسة الاستهلاكية الحمراء.